إنه شخص مرهف الإحساس، نباتي، عاشق ورسام. التحق بالجيش بعد رفضه من كلية الفنون الجميلة في فيينا، ورفضت ترقيته لأنه لا يملك مهارات قيادية حسب رأي قادته في الجيش، ولكنه كان يملك موهبة فريدة جسدته كملك الحزب اليميني على مر التاريخ، كان سببا في إزاحة بريطانيا من صدارة القوى العظمى، واحتل 11 دولة. موهبته كانت الخطابة. إنه هتلر.